حكم المحكمة على الدكتور مايكل فهمي وزوجته بخطف وهتك عرض 6 قاصرات. تأجيل محاكمة طبيب وزوجته بخطف وهتك عرض 6 قاصرات لجلسة 12 سبتمبر. قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية تأجيل أولى جلسات محاكمة الطبيب مايكل فهمي وزوجته بتهمة استدراج 6 قاصرات مستغلين صغر عمرهن وخطفهن بطريق التحايل وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص تمكن من خلاله من إتمام جريمته لجلسة 12 سبتمبر للشهود. وأوضحت النيابة أن زوجته اشتركت معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم ما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه. وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم وزوجته من شهادة 12 شاهدا وما أقر به المتهم بالتحقيقات وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم. وأشارت إلى ما ثبت من فحص حاسوب المتهمين وهاتفيهما وما فيهما من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كتب تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر من عدم تسجيل المتهم بأي دراجة علمية أو منشأة طبية خاصة وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.